مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى صدى الاسبوع. في يومها العالمي، المرأة اليمنية تحتفي في عدن بتجاربها رغم الظروف. مواطنون في إب يشكون قطع شارع رئيسي، والسعيدة تستطلع الأمر. ازدهار تجارة الحطب في الأسواق اليمنية في ظل أزمة الغاز. مجموعة شركات الحاج أحمد عبدالله الشيباني تحتفل برجال البيع في المكلا. الحديدة، انتشار للفئران القادمة من أفريقيا. في تريم، المؤرخ جعفر، نشاطات رغم تجاوز 100 عام. المخطوطات اليمنية كنوز تعاني الإهمال. مريم الشرسي، أكبر معمرة في اليمن. السروري، محترف يمني في البرازيل وأحد الهدافين. مع احتفال نساء العالم بالعيد العالمي للمرأة في 8 مارس، شهدت مدينة عدن احتفالات بالمناسبة جسدت تجارب المرأة اليمنية بحشد نسائي فريد. إنهن النساء أيها العالم، إنها الأم والأخت والزوجة والحبيبة والابنة، إنها حضن الإنسانية ولطف الاحتواء، لذا كان لابد أن يساغ لهن حق الاحترام وأن يمنحن الكثير من التقدير في يوم يخصص فقط لأجلهن. فاجتمع العالم على أن يكون في 8 مارس في اليوم العالمي للمرأة، يوم يتم فيه الاحتفاء بالنساء كونهن ملكات متوجات على عروش الزمن. كان لمدينة عدن نصيب من هذا الاحتفال في حشد كبير خرجن فيه النساء، من ربة البيت إلى المعلمة إلى الفنانة التشكيلية إلى الطبيبة والمهندسة وإلى رئيسة المؤسسة وغيرهن كثر، يقدمن للعالم خيرة تجاربهن الإيجابية ولمساتهن الأنثوية، فيبرز الجمال في كل شيء. احنا تعودنا وهي جرت العادة كده أنه نحتفل بنساء اليمن، نساء البلد كله، احتفال بهذه المناسبة من مارس. مناسبة عظيمة، مناسبة تعزز الثقة في المرأة، في نشاطها، في عملها، جنبا إلى جنب إلى جانب الرجل. لله الحمد، الرجل دائما شقيق المرأة، وراء كل رجل عظيم امرأة، وراء كل امرأة عظيمة رجل. اليوم الرجل معي من البداية، رجل ساعدني من البداية ومبسوط معي، وشايفة انه فرحان بالفعالية بعيد المرأة. طبعا وشوية ليش معكم عيد احنا مناش عيد، بس اليوم ساندونا وعاشوا معنا وفرحوا لنا. فرضت أنثى اليوم قوتها بعبارات صيغت بإيجابية وعذوبة وحنان، ومارست اليوم دورها في ظل الصعوبات التي تنتاب البلاد لتبرز قوية وصاخبة، وتبعث للعالم رسائل بصوت الموسيقى وبفرح الألوان بأنها أمل للحياة ومنجبة لها أيضا. فخورة أنه كل بنت جابت موهبة وجابت فكرة ودعموني، دعموني معنويا، اللي يعني اللي حبت اليوم أجت بجيتار تعزف، واللي حبت اليوم تغني، وطبعا البنات كل واحدة معي يافطة بكلمات إيجابية للمجتمع، أنه المرأة اليوم هي تعتبر، أنا أعتقد أن المجتمع ككل، لأن هي نصف المجتمع وهي اللي تلد وتربي النصف الآخر، فأعتقد أنه لازم يكون له دور كبير اليوم. يطل من وجوه الحاضرين الفرح والابتسامة والشروق في هذا اليوم، لا يوجد إلا الإيجابية، الفرح، الطموح والنجاح، الموسيقى والفن والإبداع، يوم نسائي خالص. يشاركها الرجل هذا الفرح والنجاح بأطيب التهاني وأمنيات النجاح والتقدير المستحق والاحترام الكبير.
أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وأتمنى لكم حظ موفق في الحياة، وحقكم في الحياة كبير وكبير جدا، دوركم كبير في حياتنا في حياة في البلد هذه، فأتمنى منكم أنكم فعلا تحققوا ما تتمنوا. في عصر اليوم شاركت المرأة في معترك الحياة كالرجل، وتطاولت وزاحمته في مختلف مجالات الحياة لتصبح معه جنبا إلى جنب، تذوذ الصعوبات وتحمل هم الوطن بمسؤولية أكبر مما يمكن أن تتحمله. وجود المرأة وجود مهم، يوم المرأة مش بس عشان يذكرنا كم هي المرأة ناجحة وقوية، إضافة إلى أنه إحنا لازم نتذكر أنه نحن على إيش ندافع. نحن أساسا ندافع عشان حقوقنا، وأيضا حقوق غيرنا من النساء اللي حقوقهم مسلوبة، فهذا الشيء اللي دفعني أنني أشارك اليوم. كل سنة ونون النسوة بألف خير. اليوم مش بس عيد المرأة، هو عيد للحب وعيد للثقافة وعيد للفن وعيد لكثير من الشعراء تغنوا فينا، وعيد الاجتهاد وعيد العظمة وكل جميل في الحياة هو اللي هو اليوم عيد المرأة. مهما كانت الصعوبات ومهما كان الإجحاف بحقها، تبقى الحياة أنثى بحلوها ومرها، فالمرأة كل المجتمع، فنصف هي ونصف تنجبه، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد. يأتي يوم المرأة العالمي وسط معاناة كبيرة تعيشها المرأة اليمنية. نساء العالم يقفن في هذا اليوم على الإنجازات المتعددة، فيما المرأة اليمنية تقف في طوابير الغاز تارة والمياه تارة أخرى، وما بين جولات الشوارع في بيع المناديل الورقية ومسح السيارات والكثير من المهام الشاقة. المرأة اليمنية يا إما مساربة عند الغاز عند هذا، في يعني بتعاني كثير، وكل حاجة يعني في البلد هذه يعني أصبحت ملاحقة وصعبة جدا. الجهات المسؤولة إنه يخاف والله في حق الشعب اليمني وفي حق المرأة وفي كل شيء. الدبلوماسي هو من يتذكر عيد ميلاد المرأة لكنه لا يذكر سنها، ونحن اليوم نتحدث عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي وكأننا نتناسى وجعها. ففي اليوم الذي تحتفل فيه جميع نساء العالم بهذه المناسبة، تحتفل فيه المرأة اليمنية بحثا عن الماء والطعام والغاز وغيره من أساسيات الحياة الكريمة. المرأة اليمنية احتفلت ولكن عند أبواب المحطات، مساربة عند الغاز أو عند الماء عند خزانة السبيل. فالمرأة اليمنية هي المرأة الصابرة والمتحملة في ظل الظروف الراهنة، وفقدت أبسط الحقوق لها. كمجتمع ذكوري في اليمن تأتي العادات والتقاليد بجانب بجانب التعصبات الدينية، وهذه الثلاث ضغوطات، المجتمع مع الدين مع العادات والتقاليد، تضغط المرأة وتؤثر على حياتها من الناحية العادية، فما بالك وهي حروب. من بين أصابعها كادت أن تسقط أحزان العمر، فمعظم النساء اليمنيات وخصوصا في فترة الحرب تحملن مسؤولية مضاعفة من أجل حياتهن وأسرهن، في الوقت الذي تتغنى فيه المنظمات العاملة في المجال النسوي بدعمهن والاهتمام بهن. ورغم ذلك تظل المرأة اليمنية قوية الإرادة رغم كل الظروف. المرأة تتمنى أن تجد حقوقها وتجد مساعيها، ولكن المجتمع دائما يتغنى بحقوق المرأة من جمعيات أو من أماكن دينية أو منظمات، كلهم يتغنون بحقوق المرأة، ولكن لا حياة لمن تنادي. في نساء في هذه السنة أخذت فرصتها بحكم الحرب، أنه لقت فرص جديدة للعمل وقدرت إنها تثبت نفسها في ظل وضع الحرب. في النساء من جانب آخر، نساء أخريات تعيش هذا اليوم بفقد أهله وفقد عائلته، وهذا هو المؤسف في هذا اليوم. ولكن بشكل عام أنا أرى إنه المرأة اليمنية قادرة تشق طريقة في أي يوم وفي أوقات كثير صعبة زي هذه الأيام، وفي زاوية أخرى زي ما قلت لك إنه أيضا هي تعيش المعاناة وتعيش الحرب بكل تفاصيلها. إلى الآن لم يخرج قانون واضح لزيجة المرأة، يعني الزواج المبكر، ولم يخرج أي قانون يسير المرأة في حقوقها بشكل منتظم. وأخيراً
إلى كل رجل يهتم بالمرأة فعلا لا قولا، هي لك كالماء. نعم للماء لا لون ولا رائحة، لكن المرأة تجعل كالماء من كل شيء حيا. يتحدث مواطنون في مدينة إب عن قيام أحد الأشخاص بالبناء وسط أحد الشوارع الرئيسية، ما أدى إلى قطع وتسبب بإعاقة حركة السير وتضرر المنازل المجاورة. كاميرا سعيدة نزلت لاستطلاع الأمر والبحث عن الحقيقة. جدل كبير أثاره موقع البناء هذا في منطقة دهب بمحافظة إب، ويرجع سبب هذا الجدل إلى أن البناء يبدو وكأنه يقطع الشارع، لتتسع دائرة الجدل يوما بعد آخر وتمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتصل إلى نطاق سياسي. كاميرا سعيدة وحرصا على تسليط الضوء على هذه القضية من كافة النواحي، نزلت إلى موقع البناء والتقينا بالأطراف المعنية والمتمثلة بسكان الحارة ومالك موقع البناء هذا، حيث أكد بعض سكان الحارة والمجاورين لموقع البناء هذا تضررهم منه وبأنه يقطع شارع تم رصفه مسبقا. احنا مضررين من العمدان الاثنين الذي هن داخل الشارع، اقتلع الرصف المخطط هذا الشارع العام، وهذا الاثنين العمدان داخل الرصيف داخل الشارع العام. هذا نهاية الشارع العام المخطط الرسمي، والعمدان داخل الشارع، اقتلع الرصف والعمدان داخل الشارع، اثنين عمدان، هذا المخطط الجديد. ما بش معانا مدخل نهائيا، مشترين منه بصيرة مرتين وما بش معانا مدخل للبيت، والآن على المخطط العام مخالف اثنين عمدان داخل الشارع، قلع الرصف ودخل داخل الشارع. الضرر اللي أثر علينا أكثر شيء أنه قاموا بهد الرصف الطريقة المرصوفة، فهذه هي تعتبر مخالفة واضحة، يعني بالنسبة لمكتب الأشغال تنازل وتواطؤ عن هذا الشيء يتحمل مسؤوليته. لا نحن ندافعنا عن دولة، بلغناهم وأدينا واجبنا مع مكتب الأشغال، هذا اللي تم وقمنا بواجبنا. بالنسبة لتعامله مع مكتب الأشغال هذا يتحمل مسؤوليته، إذا كان أثبت أنه الأرض ملكية للناس وملكية حقهم فكان المفروض أنه يتأتي مكتب الأشغال ليزيله ولا يزيله أهل الأرض، يعني هذا كان للإنصاف للعادل لإثبات الحق وليس لاستخدام مبدأ القوة. كان الطريق من جرة إلى الخط العام، ومن ثم بنيوا وسط الخط وقطعوا الرصيف وتم نزع الأرصفة الذي بنتها الدولة، والآن ذي بنوبها والشيوة الموجود الآن يشتغل. الأرضية التي يبني عليها شريف ليست وعدها مخالفة، ولكن المخالفة مستمرة إلى هنا، لأننا الآن نقف في بداية الشارع أو في نهاية الشارع، وتلك يعني لابد أن يمتد الشارع حتى يكتمل. وعلى الجانب الآخر التقينا بصاحب الأرض والذي أكد هو بدوره أن الأرض الخاصة به لا تخالف المخطط العام ولا تعد جزءا من الشارع، وأن ملكية الأرض تعود له منذ فترة طويلة وقام بترخيصها منذ العام 93، مؤكدا أيضا امتلاكه لوثائق تثبت ذلك. أرضي سليمة بحسب المخطط العام، وقد قمت ومرخصة من سنة 1993-94، وقد قمت بتجديدها مرتين الرخصة آخرها قبل شهرين، وعندما باشرت العمل قام الجيران بمنعي ومؤاذاتنا وعدم السماح لنا بإدخال المواد للعمل، وقد توجهنا لجهات المختصة وتم ضبطهم وتم إدخال المواد وشرعنا بالعمل. فقد نزل العديد من المسؤولين والعديد من الحقوقيين والعديد من الأجهزة الرقابية المختصة بما فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والوكلاء المحافظين ومدير المديرية وآخرين، واستوضحوا من الشارع وتأكدوا بأننا بنينا في أرضنا المرخصة. أرضية مرخصة من عام 93 وتم تجديد لها أكثر من مرة والمواطن لم يقم بالبناء، والآن تم تجديد لها مؤخرا من قبل المكتب ومنح المذكور محضر حفر للترخيص، كون الموقع سليم حسب المخطط العام، إذ أن الشارع رقم 01 الموجود في وحدة جوار 122 للمنطقة، الشارع 01 بعرض 10 متر ينتهي عند أرضية المذكور ولا ينفذ إلى الجهة الأخرى إلى السائلة، كون الجهة الأخرى عبارة عن سائلة وليست هناك شارع يمتد الشارع يعني هذا الشارع إليه.
فالشارع المذكور ينتهي بجولة دوران وينتهي عند أرضية المذكور، هي أن أرضية المذكور حسب المخطط العام سليم. تم إحضار جميع الأطراف من الشاكي والمشتكى به، وحضرنا مع الأخ مدير العام المديرية وتم استدعاء الأطراف الأساسية في الموضوع وهم الأطراف جميعا، وتم استدعاء كذلك مدير فرع الأشغال والمختصين من رئيس قسم التخطيط ونائب المدير للشؤون الفنية، وتم النزول إلى الموقع واتضح لنا حسب رؤية المهندسين أو الرأي السليم منهم كونهم هم يمثلون الرأي الصحيح، نحن إداريين لكنهم فنيين، اتضح لنا أن المذكور عبد القادر شريف مرخص من سنة 1993 أو 95 تقريبا، موجودة لدينا الوثيقة. ثانيا أن الموقع حقه الإسقاط وصل الطريق إلى عنده إلى نهاية موقعه الذي هو مكان الخلاف نفسه، يعني ومن خلال الرؤية وتقارير المهندسين وتوضيح المهندسين أيضا بالكامل أنه ليس هناك أي التباس في الموضوع وخلف الأرضية أصلا سائلة. تبقى قضية الأراضي في إب همّاً يؤرق ملاك الأراضي وأبناء المحافظة على حد سواء، لكن يبقى القضاء هي النقطة التي يجب أن يتلاقى عندها جميع الأطراف، وتبقى كلمة القضاء هي الكلمة الفاصلة في هذه القضايا. لبرنامج صدى الأسبوع، حنان طه العواضي، محافظة إب. في ظل انعدام مادة الغاز المنزلي، تشهد الأسواق اليمنية ازدهاراً غير مسبوق في تجارة الحطب في بلد منتج للغاز، ما زاد من معاناة المواطنين. ازدهرت تجارة الحطب مؤخرا في معظم المدن اليمنية بعد أن كانت تقتصر على بعض المناطق النائية وبصورة غير متوقعة، حيث شهدت ارتفاعا كبيرا نتيجة زيادة الإقبال عليها منذ اندلاع الحرب، وحتى زادت مؤخرا مع انعدام مادة الغاز المنزلي وارتفاع سعرها في السوق السوداء إلى ما يقارب 7000 ريال، مما جعل الكثير من المواطنين يتوجهون نحو استخدام الحطب كبديل لمادة الغاز. أصحاب الأفراح والمطاعم والبيوت الذي متيسري يشتروا حطب، يعني ما بش ما أقولش غلا مرة واحدة، يعني البيع يعني خفيف لكن الثمن كذا مرتفع بسبب الغاز. عندنا الحطب غالي بسبب ارتفاع الغاز وعدم الغاز، لأن الأطفال يبقون في البيوت والنساء في الشوارع راقدات عند الدباب حق الغاز حارسة الليل يطلبين الغاز، لم وجدين غاز ولم وجدين قيمة حطب ولم قيمة بر. انعدام وارتفاع الغاز وغلاء الحطب جعلت الكثير من النساء يقومن بجمع ما تبقى من بقايا الخشب لطهي الطعام لها ولأسرتها تحت حرارة الشمس الحارة كل يوم، الأمر الذي زاد من معاناتها وآلامها. لا معي 500 ولا 1000 ريال شيء ما شاء الله كلمنا نروح نفتنوا ونغرف النار للموقد ونروح الغداء فوقه. أزمات يتحمل أعباؤها المواطن البسيط، عشرات السيارات المحملة بالحطب تدخل المدن الرئيسية وجعلت من مادة الحطب سوقا خاصا بذلك يتوافد إليه كل من يريد الشراء والبيع وبأسعار متفاوتة. عندنا هذا الأيام في انعدام الغاز، يعني السوق بيستاد أسعاره واستاد في الأثمان واستاد في كل شيء، ما عبش حتى الفائدة مع البيع المشتري نفسه. كنت اشتري السيارة هذا ب 15000، الآن مع انعدام الغاز هذا اشتريتها ب 25000 زيادة، يعني توفر لنا مقام 10 دبات غاز هكذا موجب عرس، فاضطرينا ان احنا نجي نشتري حطب هو الحل الوحيد. الحطب وارد وبيبيع، السيارة الكبيرة ب 150 ب 170 والصغير ب 110 ب 100 يعني ب 80 ب 90 ب 70 هذا نفسه، والمواطن بيحمل الدبة يعني ب 30 ب 35 هذا نفس البيع لاصحاب الافرع، يعني بيحمل احسن واحد يحمل ب 50 دبة مرصوف. تجارة الحطب وإن كانت تلقي رواجاً كبيراً لدى البسطاء من الناس، إلا أنها في الوقت نفسه ما زالت تشكل مشكلة أخرى نتيجة عدم القدرة على شرائه في ظل وضع صعب يشكو منه الكثيرين.
شهدت مدينة المكلا بحضرموت وضمن احتفاليات مجموعة شركات الحاج أحمد عبد الله الشيباني باليوبل الذهبي على تأسيسها، شهدت حفل تكريم رجال البيع، وهو تقليد سنوي تقيمه شركة التكامل الدولية المحدودة التابعة للمجموعة للموسم الثالث. تحرص مجموعة شركة الحاج أحمد عبد الله الشيباني على موظفيها وعلى رجال البيع الرائدين في السوق، ولهذا تسعى إلى تكريمهم على الدوام. ففي مدينة المقلة، واستمرارا لاحتفالات المجموعة باليوبيل الذهبي، أقامت الإدارة اللوجستية لشركة التكامل الدولية المحدودة التابعة لمجموعة الحاج أحمد عبد الله الشيباني حفلا فنيا احتفاء بهذه المناسبة التي من خلالها قررت تكريم رجال البيع والموظفين المبرزين خلال العام الماضي 2017. الاحتفالية هي تزامنا مع الاحتفالات المستمرة باحتفالات برجال البيع الثالث اللي تقيمه الشركة على التوالي، وهي استمرار للاحتفالية بالمجموعة أحمد عبد الله الشيباني. كرمنا فيه بعض الموظفين من رجال البيع الذين حققوا مبيعات كبيرة إن شاء الله. في هذا اليوم العظيم انبهرنا بهذا الاحتفال، احتفال بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الشركة، وأيضا احتفال تكريم للمندوبين ولرجال البيع الذين يثابرون طوال العام. اليوم صراحة كان يوم مفاجأة، يعني لا يجي على البال ولا على الخاطر، يعني ولأول مرة كده نتفاجأ باحتفال من يعني الكل، يكرم الكل، كل من تعب كل من جهد في هذه العام الماضي حصل نصيبه. تخلل الحفل العديد من الكلمات للقائمين على المجموعة والذين أشادوا بدور رجال البيع بالنجاحات التي حققوها، معتبرين أولئك الأشخاص رأس حربة في تحقيق النجاح الذي حققه مصنع كاميكو للطلاء، المصنع الأول والرائد في اليمن. هنا ننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لكل من ساهم وشارك وأشرف على إنجاح هذا الحفل التكريمي من شباب فرع المكلا وزملائهم القادمون من تعز، باذلين جهد كبير لإخراج هذا الحفل الرائع لرجال البيع. هؤلاء الرجال الذين يصولون ويجولون في ميادين البيع بكل بطولة وتحدي، فلا تكاد الشمس ترسل أشعتها إلا وهم في أهبة الاستعداد بعدتهم وعتادهم، مشمرين عن سواعدهم الفتية استعدادا ليوم بيع جديد. أتمنى لو كنت بينكم أشد على أسياد كل فرد منكم، واللوحات الشعرية التلحيدية إبداع جديد ليست غريبا على نهاد وعلى طاقم المكلا المضياف. فشكرا لطاقم المكلا والفريق المشرف على مراسيم الملتقى على حسن الترتيب والضيافة وحفاظة الاستقبال. أهلا وسهلا لأبنائي رجال وموظفي اللوجستية. جميعهم رجال البيع والموظفين الذين تم تكريمهم أشادوا بخطوة التكريم وبالاهتمام المتواصل والمستمر الذي تبذله مجموعة الحاج أحمد عبد الله الشيباني بحقهم وبحق كثيرين. نهني شركتنا بهذا الحفل الذي أقيمته اليوم الاستمرارية باليوبيل الذهبي 50 عام، ونشكر بقيادتها مديرنا مدير المجموعة أبو بكر عبد الله الشيباني، ونشكر مديرنا المدير نهاد عبد الله باوزير على هذا الحفل الرائع اللي قاموا اليوم. بصراحة في الجانب أشياء كثيرة وعجبتنا. نشكر الوالد أبو بكر الشيباني على هذا التكريم والاهتمام بنا، ونعده بتقديم المزيد والمزيد في المبيعات. قامت الشركة بتكريمنا في هذا الحفل البهيج، ونشكر شركتنا وقيادتنا مثلا بمديرنا العام أبو بكر الشيباني وبمديرنا نهاد باوزير مدير الإدارة اللوجستية على هذا الحفل البهيج الذي لم يكن في الحسبان، ونشكر إدارتنا على الاهتمام بنا في هذه الأوضاع
الذي تمر بها البلاد. بهذا اللقاء ننتهز أن نرسل رسالة شكر وعرفان لربان هذه القيادة وهو مدير عام المجموعة أبو بكر الشيباني حفظه الله، وكذلك المديرنا القائد نهاد باوزير على كرمه وحسن ضيافته ونجاح المهرجان. حضر الحفل الكثير من الموظفين والعاملين ورجال البيع ومن كافة فروع الجمهورية، كما تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والمشاركات المعبرة عن هذا النجاح وعن الدور والعطاء المستمر للمجموعة وللعاملين في إطارها. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود. الحديدة، انتشار للفئران القادمة من أفريقيا. في تريم المؤرخ جعفر، نشاطات رغم تجاوز 100 عام. أهلا بكم. تعرضت الثروة السمكية والبحرية بالمكلا لكارثة ومجزرة بيئية جديدة كانت حصيلتها نفوق الآلاف من الأطنان من الأسماك، ماتت معها مراعي الأسماك بسبب المواد الكيميائية التي ترمى بالبحر، إضافة إلى الجرف والصيد العشوائي التي تقوم بها بعض السفن. ثروة سمكية تهدر على مرء ومسمع من الجميع، حيث شهدت سواحل المكلا في حضرموت موت عشرات الأطنان من الأسماك المرمية على الساحل الممتد في منطقة المساكن. تعود أسباب موتها إلى الاصطياد غير القانوني والمخالف للوائح المنظمة لعملية الاصطياد، وكذا المواد الكيميائية التي ترمى في البحر. بعض من الأسماك مرمية على ساحل سيف البحر بمنطقة المكلا، وهذه الأسماك عدة أنواع، منها بعض أنواع الكمد وبعض منها من أنواع السمك الأبيض والغودة وبعض منها أنواع صغيرة مثل سمك العاد. عدم وضع الخطط والطرق الصحيحة والسليمة لعملية الاصطياد للحفاظ على الثروة السمكية جعلها تتلاشى وتختفي في ظل عدم الرقابة وغياب لائحة الإرشاد السمكي. موت الأسماك في ساحل حضرموت لا ندري أسبابها والتبعات التي حدث لها، ربما موت في المحيط سموم بحري أو ما كان لا يقدر بسرعة محلية تنظف الساحل. مشاكل كثيرة تواجه سواحل المكلا، إلا أن أكبرها جرف البحر وأماكن الاصطياد لشركات وسفن غير يمنية. هذا النوع مرمي على الساحل لا نعرف أي الأسباب طلعت لها من البحر، هل أسباب وفيات لها أو أمراض في البحر أو بعض من التلوثات. خطورة الصيد الدائري للأسماك الصغيرة تعد المهدد الأخطر للمخزون السمكي، فهل ستواجه الجهات المعنية هذه المخاطر المهددة لثروتنا السمكية؟ بعيدا عن الحرب، احتفلت المرأة بتعز بيومها العالمي باستعراض الإنجازات التي حققتها رغم الكفاح في المحافظة من أجل الحصول على لقمة العيش في ظل الظروف القاسية التي تمر بها المدينة. المرأة في تعز، النصف الآخر للمجتمع، تكافح من أجل لقمة العيش بكل ما تملك من قوة وتحمل هم أسرتها كالرجل، فهي نصف المجتمع الآخر. فقد اجتمعت العديد من النساء هنا لتحتفل باليومها العالمي بلون آخر، فكان ذلك الجمع يحمل أبرز ما أنجزنا من أعمال ومشاريع صغيرة يحمي أسرتها من الفقر. النساء الموجودات الرائدات في سيدات أعمال تعز، كل مرأة تمثل مشروعها الخاص، وكان دورنا إبراز دور المرأة التعزية في هذا اليوم كونه اليوم العالمي للمرأة. فتعز نهضت بعدة نساء لتبرز دورهم في المحافظة. من رحم المعاناة برزت هذه الآيدي العاملة لتثبت أن المرأة تمتلك القدرة على تحدي الصعاب والوقوف في وجه الأزمات مهما كانت تلك الصعوبات في أشد الظروف قسوة. فاختلفت الأعمال بين هذه الآيادي العاملة
وجمعتهم يوم المرأة العالمي لتذكر كل امرأة بما قامت به. رغم هذه الظروف وهذا، إلى أن المرأة أبرزت ذاتها في هذه الظروف، فقمنا بمشاريع صراحة في قمة الروعة. ما زلنا نحتفل باليوم العالمي للمرأة برغم المأساة التي عاشتها مدينة تعز. كل ما يحصل في تعز ما زالت المرأة قوية. نساء تعز كافحت من أجل الحياة الكريمة وكسرت كل تلك الحواجز التي كانت تقف أمام المرأة اليمنية بشكل عام، وكذلك الأفكار التي حملها أبناء الوطن من العادات والتقاليد. فالمرأة تعدت خوفها وبدأت تعمل في العديد من المجالات من أجل خدمة أبناء مدينتها. تنتشر في محافظة الحديدة الفئران بشكل كبير، وتتهدد منازل وممتلكات ومزارع المواطنين، ويأتي سبب الانتشار لقدومها من دول أفريقية عبر السفن. ليس الجوع ولا الوضع الاقتصادي المتردي هو ما يعانيه أبناء مدينة الحديدة، ولا الفئران البشرية أيضا التي تسطو على الأراضي وظلت تمارس فسادا كبيرا في هذه المحافظة على مدى عقود، بل الفئران الحيوانية تحولت إلى مشكلة كبيرة اليوم في المدينة وانتشرت بشكل ملفت، مسببة تآكل وحفريات في أساسيات المنازل، وصار الكثير من أبناء الحديدة في حرب معها منذ سنوات طويلة. الفئران منتشرة بشكل كبير جدا، يعني لا يتوقع إنسان، فهي تعيش فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض، وبالذات في المباني تعيش في المجاري، وأكثر تواجد الفئران في المناطق الساحلية التي يوجد لها التي هي حارة والتي يوجد فيها رطوبة، فالفئران تفضل العيش في هذه المناطق وتتكاثر وتوالد بشكل كبير جدا أكثر من المناطق الباردة. الفئران أشغل إننا تحت الخشب، يعني قد معي 500 ساعة كل ساعة يخرجين لا دسله تقاتلين بس. تغزو الفئران المنازل وأماكن العيش بشكل عام، ولكن عادة ما تكون المطابخ هي الأماكن الأكثر انتشارا بها، حيث تقوم بالتهام وتخريب كل ما هو متواجد بداخل تلك المطابخ، كما أنها تقضي على أسلاك الكهرباء وأسلاك الثلاجات والمكيفات والغسالات وما إلى ذلك. أسلاك حق الكهرباء قطعنا، والغسالات والثلاجات، ولا معك سلاك في مطروحة في أي زوة يأكلين أبوها ولو عاديين من الفوفة. تأكل كل شيء، تأكل الأسلاك، تأكل المحاصيل الزراعية، تأكل الحبوب، وتأكل المواد الغذائية بشكل عام. يشير باحثون ومهتمون إلى أن الفئران لم تكن متواجدة في اليمن حتى منتصف عقد السبعينيات، حيث تواجدت عبر ميناء الحديدة وعبر السفن القادمة من بعض الدول، خصوصا تلك السفن التي تنقل الحبوب والقمح، وعبرها تسللت الفئران إلى المدينة وانتشرت في البلاد بشكل كبير. هذه تضر في المنازل، تضر في الأجسام، وتضر في الكريرة، تضر في كل شيء. الفئران نطلب من وزارة الصحة بالمكافحات الفئران. أنواع كثيرة من الفئران صارت منتشرة في الحديدة وبعض المناطق المجاورة، فهناك الفأر الكاريبي والفأر البري وفأر الإسكان، والذي يتواجد ويتغذى على مياه الصرف الصحي، وجميعها اليوم تحولت إلى مشكلة معقدة لدى السكان والأهالي، خصوصا في ظل غياب وسائل المكافحة وغياب الإمكانات المفترضة. يبلغ الحبيب والمؤرخ جعفر 100 عام من العمر، وما زال بكامل قواه الذهنية والبدنية يقود سيارته في شوارع سيئون، متنقلا من مجلس ديني إلى واجب اجتماعي يشارك فيه أبناء المدينة. نتعرف على قصة الحبيب والمؤرخ جعفر في هذا التقرير. جعفر محمد السقاف أديب وشاعر وباحث ومؤرخ وصحفي، وهي الصفات كبيرة ونبيلة قلما تجتمع بشخصية واحدة، إلا أن السقاف جمع بينها وأجادها طوال سنوات عمره،
الذي يكون بالعام 2018 قد وصل 100 عام. 100 عام والثقاف ما زال بكامل قواه الذهنية والبدنية. يقود سيارته في شوارع سيئون متنقلا من مجلس ديني إلى واجب اجتماعي. يشارك فيه أبناء مدينته أفراحهم وأتراحهم، بل ما زال يداوم في مكتبه العامر بالكتب والمخطوطات والوثائق والمقتنيات النادرة. أسعدني الحظ أن أكون مع قناة السعيدة لأسجل ذكرياتي الآن وقد بلغت 100 عام، كيف يعني حياتي هذه النموذجية. نعم، فأقول أنا أننا الفضل في هذا امتداد صحتي هذه النموذجية أنني أن أصبح مبكرا وأصلي صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر أعمل لي رياضة جمباز يسمونه بالإنجليز سويدن بليج، فأعمل الجمباز هذا يوميا. نعم، فبعد أن أعمل الجمباز هذه أشرب لي عسل وأشرب لي أيضا لبن، لأن هذه المشروبات وأنا في مثل هذه السن تساعد على الحفاظ على صحتي، كما أيضا أنني أكل لي نباتات نموذجية لتقوية القلب مثل أشجار التين والربان وغيرها هذه. نعم، تبدو تجربة الثقاف مليئة بالتفاصيل، وهي تجربة ليست بالبسيطة بل تجربة نادرة، وتمتد منذ دولة السلاطين مرورا بدولة الجنوب وصولا إلى دولة الوحدة وحتى يومنا هذا. من أيام السلاطين وأيام الاستقرار ثم الجبهة القومية والحزب والاشتراكي ثم بعد الوحدة اليمنية أيضا، والآن نحن في مفترض طرق. هذا الجهاز القديم أسطوانات قديمة للشيخ البار محمد جمعة بحويرث، أقدم بالأغنيات قبل 100 سنة. الفيلم نضعه هنا، هذا الفيلم، نضع الفيلم هذا هنا. بعد ما نضع الفيلم هنا نصور على هذا. إيش اسم هذه الكاميرا؟ الثقاف إعلامي وصحفي قديم أيضا، فقد عمل مراسلا للعديد من الصحف البريطانية من حضرموت، وعمل سكرتيرا للسلطان الكثيري، وعمل مراسلا لقناة عدن في فترة الخمسينيات. ولا يمكن حصر الأدوار التي لعبها الرجل على مستوى الصحافة والثقافة والشعر طوال 100 عام. في الخمسينات فكنت أنا أيضا مراسل لمحطة عدن، ونرسل محطة عدن أخبار حضرموت أسبوعيا، والثقافة في حضرموت، مصنفات حضرموت، صالح الحامد، علوي بن طاهر، محمد بن شيخ المساوى، علي باكثير، آخر آخر. في الأربعينات يعني 1947 عملنا هنا مجلة زهرة الشباب، مجلة النهضة أيضا. هذه مجلات نخطها بقلم اليد، برغم يعني مجاعة الحرب العالمية الثانية. أنا الآن وقد بلغت العمر، وزير الثقافة مروان دماج وعدني أنه بيعمل احتفال بالذكرى المئوية لجعفر السقاف وبلغه 100 سنوية. إن شاء الله تحققون هذا الأهداف. يشعر الثقاف بحيوية ونشاط، وما زال يستحضر ذكرياته الكثيرة، ولم ينسى وهو يتحدث عن زيارة وزير الثقافة له خلال الأسابيع الماضية، ويقول إنه سعد كثيرا بهذه الزيارة، ويتمنى من هذا الوزير أن يفي بوعوده له بعمل شيء ما له ولتاريخه الحافل بالعطاء. يعيش سكان منطقة الكود بالممدارة واقعا مريرا، ويعانون باستمرار في ظل الخدمات المعدومة والبيئة الملوثة. هنا في الممدارة حي الكود العثماني كل شيء يجتمع، الفقر والتلوث البيئي والخراب والطفولة المهددة ووعورة الطريق يرافقها وعورة الحياة. يوجد حوالي 17 حي سكني، ويقيم في هذه المنطقة نحو ما يزيد على 12400 عائلة، غالبية المواطنين من الشرائح المتوسطة والمعدومة.
يعيشون في ظروف آهلة لكوارث صحية وخطيرة نتيجة صعوبة الطريق وتراكم النفايات وانفجار البيارات. المقارط فيه إضافة إلى الناموس، يعني معدل الأمراض في المنطقة تزيد، يعني من ملاريا، حمى الضنك، تيفود، يعني فيضان هنا وفيضان هناك، فيضان هنا. تكلم المسؤولين يقول لك لا، نحن معانا شفاط واحد. طيب شفاط واحد على المديرية كامل، إيش هو الحل؟ تبقى أنت بجهود ذاتية، أو أن المواطنين لما بيروحوا ينزلوا أصحاب المقاري أبدا ما بينزلش معك إلا بمقابل مادي. وهنا كذاديف، وهنا عندنا بالحافل كذاديف على الأمراض، المواطنين يقدروا وصيحنا يوم، والبلدية بديش تلف تلف الكذاب هذا اللي هنا بس، وذي بتخليها ما تلفيش. أضيق الطرق هنا هي الطريق الوحيد للوصول، طريق رملي قد يتسبب بخطورة للمارة أو السائقين، كما يجعل مهمة وصول عمال البلدية صعب. قمامة نعاني منها كمواطنين، وأحيانا تسكر الطريق على السيارات على المارة. أكبر مشكلة هي المقاري، المقاري بشكل دائم تفيض، تفيض إما عن مشروع هذا عبارة عن خطين، خط الإنشاءات وخط كابوتا. خط الإنشاءات هذه المقاري اللي أمامكم تفيض بشكل مستمر، بالرغم أنه عملوا الأهالي والمواطنين رفعوا المقاري، بس بالنسبة للرفع ترفع المقاري هي مش مشكلة، ترفعها من الخارج ترجع تفيض من داخل البيوت. تراكم النفايات وإهمال الجهات المتخصصة لأجل إيجاد حلول لمنع تراكم الكثير من النفايات التي عملت على سد بوابة مدرسة الفقيد منير مبارك، مما يعيق دخول الطلاب إلى المدرسة، وقد يتسبب بالكثير من الأوبئة والأمراض للسكان المقيمين والطلاب. القمامة منتشرة بشكل عام، يمكن على الطريق العام، ليس بس فقط في سور المدرسة، لكن نحن نتحدث عن بالنسبة للمدرسة. طبعا المدرسة في سورها الخارجي توجد قمامة متراكمة بشكل كبير جدا. تواصلنا مع الجهات المختصة ممثلة بالمأمور والأمين العام المجلس المحلي، وأبدو استعداد كبير، لكن نتيجة لبناء بعض المواطنين لزيادة توسعة في البناء أدى إلى عدم دخول سيارات القمامة إلى المكان المخصص لرفع القمامة، عشان كده إحنا نشكي منها بشكل كبير، وتكون عرضة لمخلفات أمراض سواء كان للمواطنين أو على طلابنا في المدرسة. في نقاط أخرى لتجمع النفايات يقل حضور عمال البلدية، مما يضطر الأهالي إلى إحراق النفايات أو تدبر تكاليف نقلها، مما يثقل عليهم خصوصا في ظل الظروف السيئة التي تمر بها البلاد. تقريبا أسبوعيا أو كل 5 أيام 6 أيام دائما يحرق القمامة، لأن أصحاب البلدية مش مهتمين كثير، عشان كذا يتحرق القمامة وأضرار القمامة مع نامس، مع الأمراض، مع اللي عندهم ربو ضيق تنفس، هذه دائما تكون هم المضرين الأكثر غير الصغار السن. نتمنى أنه من المسؤولين هو مراقبة الله عز وجل، إذا كان وجد مراقبة الله الوضع بيتحسن. ما أعتقدش أنه كمنشأة كامل كمؤسسة مياه أو منظومة مقاري مش قادرة تشفط هذا الوضع. كل شيء هنا يتجه بمأساوية شديدة دون أن يشعر أحد. هنا يسكن كل شيء صاخب بهدوء تام وبنظرات حزن ومسايرة اضطرارية للواقع. كل ما يحتاج إليه أهالي هذا الحي مسؤولون يخافون الله، يكون الله عونهم وعون للطفولة والكهل والسيدة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود. المخطوطات اليمنية كنوز تعاني الإهمال. مريم الشرسي أكبر معمرة في اليمن. أهلا بكم. في ظاهرة غريبة وغير مسبوقة يتحدث الأطباء في مستشفيات كثيرة عن انتشار ظاهرة المواليد بتشوهات خلقية مختلفة لم تعرف أسبابها. كم هي فرحة أحدنا حين يرزق بطفله الذي انتظره 9 أشهر؟ سعادة غامرة لا تلبث أن تختفي عند علمه بوجود تشوهات خلقية فيه.
ظاهرة لوحظت كثيرا من قبل العديد من المستشفيات التي تتحدث عن ازديادها في الآونة الأخيرة لأسباب عدة مفادها الفقر والوراثة والبيئة أيضا. طبعا أسباب التشوهات الخلقية عند الأطفال تكون أسبابها كثيرة، من ضمنها الأسباب الوراثية، يكون عند الزوجين يكون حامل للمرض وينتقل بالدور إلى الأطفال. معظم الحالات التي تكون عندنا وتأتي إلى الفحص في التشوهات الخلقية هي الذي هي متلازمة داون، أيضا الأمراض الذي هي تكون عندهم تشوهات في الجهاز التناسلي زادت هذه الفترة بشكل كبير جدا، يلعب دور مثلا عندنا أنه في الشهور الأولى للحمل، التغذية أيضا، الحالة النفسية للأم أيضا، تعرضها للأشعة أيضا، استخدامها الأدوية خاطئة، هذا كله يلعب أيضا دور كبير في حكاية أنه يكون الطفل سليم أو غير سليم. ويتحدث بعض الأطباء عن إمكانية تلافي مثل هذه الإشكالات بالمتابعة الحثيثة والمستمرة للطبيب المختص لتجنب إيجاد أطفال بتشوهات أو معاقين، أو ربما على الأقل تلافي حدوث ذلك في الطفل الثاني. في هناك كثير من التشوهات الخلقية معروفة في الطب، يمكن تفاديها، يمكن تفاديها مثلا يسمونه مثلا الصلب المفتوح، الظهر لما يكون في ظهر الطفل مفتوح، هناك احيانا علاجات بسيطة، متابعات بسيطة في الحمل الجاي، مثلا في الفوليك اسيد فيتامين، هذا تاخذ المرأة قبل الحمل يعني بثلاث اشهر او شيء، هنا يكون تفادي لهذه الظاهرة. كثير من التشوهات الخلقية ممكن نتفاداها بفحوصات روتينية، مثلا بعض الحالات مثلا مثل في فيروسات موجودة عند النساء تورش انفكشن يسمونها، قد تعمل تشوهات للطفل في المستقبل مع الحمل. يبقى الجهل والفقر عمودان رئيسيان لإيجاد أطفال مصابين بتشوهات خلقية، وربما مع ضيق الحال الذي وصل إليه المواطن اليمني تفاقمت مشكلاته من كل جانب، ولا يزال بانتظار الفرج القريب لهذه الأزمة التي أحاطت به على مدى أعوام من كل جهة. تتعرض المخطوطات اليمنية للإهمال والاندثار بشكل غير مسبوق، رغم أنها تعد واحدة من الكنوز الأثرية لأي أمة. تعد المخطوطات في أي بلد إرشيفا وذاكرة أمة، ويفترض أن تحظى بالاهتمام من قبل الدولة، ولكن في اليمن تعاني هذه المخطوطات الإهمال والاندثار، حيث تتعرض للتلف والتهريب لعدم صدور قانون يحميها، أو كما قال البعض، حيث توجد الكثير من المخطوطات اليمنية في متاحف دول الغرب، وهذه كارثة بحق التراث والموروث الحضاري والثقافي لليمن. هناك مخطوطات يمنية يجب أن تخرج للنور مغمورة، يجب على الدولة الانتباه لها، يعني مخطوطات تعكس حضارة اليمن وأصالته التاريخية لا زالت الآن موجودة وحاضرة، لكن ليس هناك أي اهتمام من قبل الدولة لإظهارها وإبرازها للعالم وحضارة اليمن وهويته التاريخية. واقع مؤلم تعيشه المخطوطات اليمنية، فبعضها بحاجة إلى الترميم والأخرى لم تفهرس بعد، ناهيك عن العدد الكبير منها الذي لم يخرج بعد إلى النور. مخطوطات قيمة ونادرة تمثل هوية اليمن واليمنيين، ولكنها مغمورة وبحاجة إلى وقفة جادة من قبل المعنيين كما أشار مواطنون. ومعظم الكتب تجد أنها الطبعة الأصلية توجد في المتاحف الغربية مثل فرنسا وبريطانيا، وكثيرا من التراث اليمني سرب خارج الوطن. في ظل غياب الوعي بأهمية المخطوطات كمادة تراثية وفكرية وعلمية، بالإضافة إلى تشتت أماكن وجودها والتساهل في حمايتها، أصبحت المخطوطات بمثابة ثروة مهدرة، وهنا لا يسعنا سوى لفت أنظار أصحاب القرار والجهات الرسمية للقيام بواجبهم في الحفاظ على تراثنا، فمن لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له. في خطوة إيجابية مهمة، بدأت في محافظة أبيان دورات تدريب تأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين حركيا والصم والبكم بفئتي الشباب والفتيات، يتم فيها تدريبهم في مجالي صيانة الجوالات وكذا التطريز الآلي والخياطة المتقدمة والكوافير، من أجل إدماجهم في المهن والحرف لتحسين أوضاعهم المعيشية.
في ظل الظروف الاستثنائية والمتعددة التي تمر بها البلاد، ربما تكون شريحة المعاقين هي الشريحة الأكثر تضرراً، حيث يواجه آلاف المعاقين من شريحة الصم والبوكم وغيرهم من المعاقين حركياً مشكلة في الحياة، بل مشكلة في التأهيل والتدريب. ففي محافظة أبين هناك محاولات ومبادرات في مساعدة المعاقين بشكل نسبي وبمساهمة ومشاركة مهتمين. البرنامج بدأ بفكرة تأهيل ذوي الاحتياجات والضعفاء من هذه الفئات التي لا يهتم بها الكثير من في المجتمع، فحاولنا في هذا يعني في هذا البرنامج أن نؤهلهم في مجالي الخياطة وصيانة الجوال بالنسبة للشباب. هذه البنات الموجودات الآن من الفئتين ذوي الإعاقة الحركية والصم والبكم، هذا إنتاجهم ما شاء الله. بدأ الآن المرحلة القادمة إن شاء الله في بترويج الإنتاج لهم كسوق أولي لما أنتجوه، وبإذن الله نفتح لهم طريق أمل وبصيص أمل إنهم يشتغلوا مثلهم مثل قرنائهم الصحيحين الذين بدون إعاقات لا حركية ولا صم وبكم. بعض البرامج التي تواجدت في المحافظة مؤخرا واستهدفت هذه الشريحة خصصت لتعليم المعاقين بعض المهارات والمتعلق بعضها في التطريز الآلي وصيانة الجوال. تم إقامة دورة في صيانة الموبايل خاصة بفئات المعاقين حركيا وفئات الصم والبكم. لدينا 8 متدربين، 4 من المتدربين هم من الصم والبكم. قد قطعنا شوط كبير في التدريب، بالإضافة إلى حضور مدرب الإشارة الأستاذ سامح شيباني، ولدينا منهم 4 من فئة الصم والبكم، وأيضا لدينا 4 آخرين من فئة المعاقين حركيا. نعمل على تدريبهم في صيانة الموبايل في قسم الأساسيات وقسم الهاردوير، والله إن شاء الله قطعنا فيها شوط متميز. من بداية الأمر ما يعرفوا أي حاجة، لأن إحنا عرفناهم كيف يتعاملوا مع الماكينة، علمناهم كيف الصيانة، كيف تركيب الماكينة، علمناهم كيف يتعاملوا مع الماكينة خاصة أنها ماكينة زجزاج بتطورة، علمناهم القص. أقوا ما يعرفوا يقصوا، الآن الحمد لله بدأوا يخيطوا ينتجوا يقصوا قلبيات فساتين، دخلوا الآن دورة نسالة ودورت معاهم دورة ثانية اللي هي ما شاء الله تطريز بالصوف على القلبيات أو على القماش، وإن شاء الله بيكون أحسن لهم حاجة تطوير أحسن وأحسن، يعني حاجة أكثر من كذا. المهتمون بهذه البرامج يسعون إلى مساعدة شريحة النساء المعاقات في الخياطة وبعض المهن الأخرى، والتي يمكن أن تعمل على دمج البعض في المجتمع وتساعدهم على الاعتماد على أنفسهم في الحياة وفي تحسين أوضاعهم المعيشية. طينا حاجات القليل تعلموا ونستكفى، بينا حاجات أكثر وأكثر نتعلمها، نتعلم زي الحواكة زي على الطارة وعلى زي الحاجات تفصيل. رائع جدا هذه الدورة وساعدتني، وهي أول مشاركة للصم والبوكم في محافظة أبين. سوف نستفيد الكثير من هذه الدورة، وهو مساواتهم أول شيء بالمجتمع، وهي أول مشاركة للصم والبوكم في مثل هكذا دورة نوعية. سعيدة جدا مرة أخرى بهذه الدورة الاستفادة من صيانة الجوال. نشكر المدرب ونشكر سامح شباني مترجم لنا الدورة. جينا نتعلم الخياطة، استفدنا من الخياطة، نشتي نتقدم بالخياطة بالمجالات. في معاقين كثير مستحقين ومحتاجين أنهم يدخلوا في المشاريع ويتطوروا في الخياطة، أن الخياطة هدف مليح، يعني نستفيد منه كثير، نستفيد منه ونعلم عيالنا وبنتعلم حنا منه، بنتعلم نخيط نعيل أسرتنا منه، حاجات كثيرة ما نستفيد من الخياطة. شاركنا في صيانة صيانة دورة الموبايل للصيانة حتى نتخرج منها إن شاء الله بإذن الله فاهمين ومكتسبين منها، ونفتح مشاريع نستفيد منها، ونكون حنا قدوة المعاقين اللي بيأتوا من بعدنا، ونستمر في العطاء إن شاء الله بإذن الله. دربونا كيف نفتح جوال ونشتغل على الجوال، والحمد لله يعني أخذنا الدورة تمام، وإن شاء الله الآن بنفتح لنا مشاريع كذا وبنشتغل. تظل شريحة المعاقين من أهم الشرائح المجتمعية التي هي بحاجة ماسة للمساعدة من قبل المجتمع ومن قبل المعنيين في المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني،
والتي قلما تحضر في هذا المجال في هذه الفترة الراهنة، الفترة التي انشغل الجميع بالحرب وترك المعاقون وغيرهم من الشرائح في مواجهة الظروف الصعبة والمعقدة. تعد مريم الشرسي أكبر معمرة يمنية للعام الجاري 2018، تعيش في مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة، ولا تزال تتمتع بصحة جيدة، نتمنى لها طول الصحة والعافية. تبدو الشيخوخة الطريقة الوحيدة المتاحة لتعيش طويلا، والسن العبقرية هو أن تحتفظ بسن الطفولة إلى سن الشيخوخة. هذا ما جسدته لنا أكبر معمرة في العالم لعام 2018، إنها الحجة مريم الشرسي الملقبة بفتنة لفتنة جمالها منذ القدم، من قرية الأربع بجياح أفلح في محافظة حجة، حيث تبلغ من العمر 155 عاما، حملته بين قلبها بمختلف ذكرياتها. ها هي اليوم وفي ذات العينين الجميلتين تتذكر مراحل الدول التي عاصرت حكمها منذ عام 1863 للميلاد. دي حالة زمان خلقت ميريا بيت أباس هناك، وبعد ما بوية سحروه ناتفة بعد واحد صغير وكبير سبق بويا مات دكتور مجربي، وانا قبل عادني يقول كان بدتي الولده قالوا ما تستحي نحبوها معها مسبحة كده ومسبحة كبار وقلبها كده وقلبها كده وقلبها على بطنه فتح لما تفتح باب قامي قبله بدأ منه سرابه، وانا عين عليه بدأ منه سرابه بليات، وبعد ما دبيده ولقيتها مثل ما شعش تمديه ومرتها ما مشغهاش وقلبه كذلك ورد زلزة وجه الداخل بجيت يقول لني خبر آدني ما مراجل ما دي ما هو شلم بطن بويا ومرته لا وانا تصورت بوباك هلا اتوكل. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك، لكن الوالدة مريم نقلت خبرتها لأجيال من بعدها، مفادها أن قوة الإيمان بالله والاهتمام بالرياضة والأعمال الروحية الخالصة أهم من كنوز الدنيا وما فيها، ولذا كسرت الرقم القياسي العالمي للأعمار في هذا العام. أصلي وأصوم كل شهر، بعدين أدخل لي شهر كذا أصوم ثلاث أيام، وبعدين وقفت خلاص ما قدرت أصلي الفرض بس. الحاجة مريم الشرسي يعني تتجوز من العمر 150، وأن أحفادها قرية بكاملها يتجاوزوا 120 نسمة ذكورة وإناثة وأكثر، وأنها ما زالت في وعيها الحساس، وتعرف كل من وصل إليها أو سلم إليها بأقل واعي وبمصدر أقلية وإيمان ثابت فيها ما زالت حتى الآن إن شاء الله. أكثر من ستة أجيال عاصرتها، ومع ذلك نجدها بكامل قواها العقلية والجسدية، حتى وإن رسم الزمن بآثاره على وجهها إلا أنه يشهد لها بالقوة طالما وقد أرادت ذلك. الحمد لله جدتي ما زالت في صحة جيدة، وعلى ذلك يعني أكد لنا الأطباء من آخر كشف طبي قبل حوالي 4 أشهر أو 5، حتى أن الأطباء استغربوا عندما شافوا الكشوفات والفحوصات النتائج، قال الدكتور يقول الدكتور مختص ما شاء الله لا زالت كل الأجهزة سليمة كأنها في عمر 40 عام. تعتبر الوالدة مريم الشرسي الملقبة فتنة من أكبر النساء وأكبر المؤمرات على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء على مستوى المحافظة أو اليمن، لكنها لو كانت في بلد غير اليمن لاحتفل بهذا الأمر ولا نشرت في الصحف وفي المجلات والقنوات الفضائية، واتخذ هذا اليوم إيداء وكرمت وتحصل على كافة الرئاية، لكن في اليمن عكس ذلك.
في بلد غير اليمن يحتفل بالمعمرين ويتم تكريمهم وتوفير احتياجاتهم كونهم ثروة بشرية تاريخية لها قيمتها. أما في بلادي فنقول رفقا أيتها الرياح، فأنا شمعة لا شراع لها. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود. السروري محترف يمني في البرازيل وأحد الهدافين. أهلا بكم. أعاد معلمون متطوعون الأمل لطلاب المدارس في حي كلابة بتعز والواقعة في خط النار والاشتباك، وذلك بعد حرمانهم من التعليم في ظل استمرار المواجهات، حيث استخدم المعلمون مبنى حكومي بعيدا عن مناطق المواجهات ليدرسوا فيه الطلاب. تعز المدينة الحالمة، كادت الحرب أن تسلب العلم من أذهان أبنائها، ولكن الأقدر وأبناء حي صالة أرادوا غير ذلك، فقد أعادوا الحياة إلى مدرسة علي سيف الطيار بعد أن أوقفتها الحرب لعدة أشهر بكادر تعليمي طوعي ومبنى يتبع لجهة حكومية يفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية. بدينا كنا بمسجد، المسجد كان معاناته يعني بحكم أنه كان في قذائف وبداية الحرب كان الأمر يعني صعب جداً. السنة اللي بعدين جينا للمبنى هذا اللي هو المبنى، طبعا كان البداية كان صعب علينا ان احنا مبنى من غير حواجز، من غير كراسي، من غير كتب، كان ناقصنا اشياء كثيرة ممكن اكثر من اقول الان. فالسنة هذه صح تحسن الوضع شوية، بس ما كانش التحسن الذي كان احنا متأمنين له. يعني عملنا قواطع يا دوب تكفي، كتب ما فيش معانا، كراسي يعني لو جاء طالب جديد ما فيش معانا كراسي، لو ضروري هو يجيب من الخارج، ستائر يعني ستائر عادية في شمس تدخل الطلاب، ما فيش أبواب، يعني في مشاكل كثيرة صحت. حاولنا بقدر الاستطاع ان احنا نحتوي اغلب المشاكل، والحمد لله يعني صح تغلبنا على شوية، بس في مشاكل لازالت كبيرة. مدرسة علي سيف الطيار كانت تمتلك مبنى وكادرا تعليميا، ولكن الحرب رمت بذلك المبنى في خطوط النار، فليس بإمكان الطالب الوصول إليه، ووقفت بعض معلميها عن العمل بسبب انعدام الراتب ونزوح البعض عن المدينة، ليقف الحال بمن تبقى هنا بهذا المبنى المتهالك أركانه، يحملون رسالتهم التعليمية لأبنائهم بمساندة أبناء الحي. أوجدنا المدرسة من عدم، والفضل كله يعود للمتبرعين بصراحة، كانوا في دعم من قبلهم سواء كان في الوسائل التعليمية أو الأدوات التعليمية مثل السبورات، الأقلام، أيضا الكادر وجدنا أيضا في صعوبة كانوا متطوعين، كنا بحث عن ثابتين كنا نجدهم بحكم الأزمة التي تمر بها البلاد. بعد ذلك انتقلت المدرسة إلى هذا المبنى. نتطلع الآن لإكمال بقية الفصول، ونتمنى كمان تثبيت المبنى كمدرسة معتمدة بدون إخراج الطلاب وكذا، لأنه الآن نسمع أنه احتمال يرجع مبنى السياحة لهنا والطلاب كل واحد يرجع لمدرسته. طبعا المدرسة هنا لو تلاحظ أنت ما بين زيد المشكي وما بين الصديق وما بين الشعب، يعني تعتبر نقطة، فلو تثبت يا مدرسة يكون أفضل، هذا اللي احنا نتمنوه. المدرسة السابقة كانت موجودة في كلابة، طبعا تعتبر منطقة هذه الآن منطقة خط نار، لا حد يستطيع الدخول لهذه المنطقة. 600 طالب تختلف أعمارهم وتجمعهم المعاناة هنا، لتجد البعض من أسر فقيرة والآخر فقد أحد أبويه، حيث أتوا بحثا عن العلم في هذا المبنى المتواضع بكادره الطوعي، يبحثون عن من يقي أجسادهم من البرد بترميم ما تبقى من مدرستهم، وعن من يكرم معلميهم لما يبذلون نحو تنوير عقولهم بدون مقابل.
دشن مجموعة من الصيادلة اليمنيين بصنعاء حملة يدعون من خلالها المواطنين لإحضار الأدوية التي لا يستخدمونها ولا تزال صالحة ليقوموا بتدويرها وتوزيعها للمحتاجين. ليست هذه الصناديق المتناثرة في عدد من صيدليات مدينة صنعاء لجمع التبرعات، بل لجمع ما تبقى أو فاض من أدوية المواطنين وما زالت صالحة للاستعمال، تمنح للمرضى الفقراء مجانا من خلال روشتة طبيب. الفكرة جاءت هي من الحاجة، حاجة الناس الآن أصبحت ملحة. في ناس كثير يعني خاصة الأسر المتعففة والأسر المستورة داخل بيوتها أصبحوا لا يجدون إمكانية شراء الدواء. فإحنا قلنا ليش ما نعمل حركة بسيطة، وهي أنه في ناس كثير عندهم أدوية داخل البيت لم يستخدموها لأسباب معينة، وأصبحت ضمن التالف أو ضمن ما يمكن أن يرمى به إلى صندوق القمامة. فقلنا ليش ما نجمع نعمل مبادرة ونجمع هذه الأدوية ونحاول بهذه الأدوية نعمل نواة أن إحنا نعيد ترتيبها وتغليفها، وهي طبعا بتكون أدوية صالحة للاستخدام، بيتم عمليا التأكد من سلامتها من قبل الصيادلة المختصين، وبعد هذا يتم توزيعها إعادة توزيعها لمن يحتاجها. الحملة التي ينفذها عدد من الصيادلة والشباب المتطوعين تهدف لتدوير أدوية صالحة تبرع بها مواطنون وتوزيعها على الصيدليات أو تلك الأدوية التي لا تحتاج إلى شيء مثل الحقن أو الأقراص وغيرها، وتم تدشينها كمرحلة أولى في عدد من صيدليات صنعاء. اليوم احنا دشنا وضع الصناديق في 15 نقطة إن شاء الله مبدئيا في أمانة العاصمة، وإن شاء الله احنا بدأناها كنواة في صيدليات وزعناها على أمانة العاصمة بحيث أنه غطينا أغلب مناطق الأمانة. الفكرة ببساطة يعني أن هذا الدواء دواءك أو علاجك الزائد ينقذ غيرك. كلنا معنا أدوية زائدة فائضة استخدمناها وما كملناهاش، حاطين لها هناك لا هي دبتاع ولا استنى نستعملها. فالفكرة احنا نحطها في أماكن ناس يفرزوها ويجمعوها ويوصلوها للناس المحتاجين عبر نقاط معينة وعبر آلية مرتبة ومنظمة. الصندوق الآن بيوفر أنه ينظم هذه المسألة. أول شيء بنعرف المرضى أنه في الآن في صندوق لجمع الأدوية الغير مستخدمة الصالحة للاستخدام لكن لا يحتاجها، وبنفس اللحظة بيعرف المرضى الذي يحتاج أدوية وما فيش معهم القدرة المالية أنه الآن خلاص في صندوق بيكون عامل بيساعد في توفير الدواء لكم. فهذه نقطة مهمة جدا وبتترتب إن شاء الله تكون موثقة كامل بالبيانات تبع المرضى بالبيانات تبع المتبرعين. أتمنى برضو أن تتوسع المسألة أن الشركة تدخل في الخط بحيث أنه يتبرعوا بأدوية بشكل مستمر. رغم أن هذه الحملة التي تجعل من الدواء عطاء وعمل خيري ما زالت في بداية انطلاقها، إلا أن تفاعل الناس معها كان كبيرا، فهل سنرى أيضا تفاعل ملاك الصيدليات معها ودعمها بأدويتهم؟ يجسد رجل سوري يملك محل فلافل المعلم بصنعاء صورة رائعة للإنسانية والتكافل مع الفقراء من اليمنيين، حيث يمنح من لا يملك ثمن السندوتش من الفقراء مجانا ويقول: أحببت اليمن وكأنه قطعة مني. في بادرة إنسانية خيرة يبادر السوري أيمن سيف صاحب مطاعم فلافل المعلم الشهير بوجباته لذيذة المذاق، ليخالط مذاقها الدمشقي الأصيل روح الإنسانية السمحاء، والذي تجسدت في إعطاء أي فقير وجبة من فلافله شهية المذاق بالمجان. إقبال كبير جدا وانبساط من رواد المطعم الذين تهللوا بهذه الفكرة، فكم من فقير وكم من رواد المطعم طلاب يمرون كل صباح ليصبح وجهتهم المفضلة لسد رمق جوعهم بسبب ضيق الحال. ليتحدث أيمن سيف عن حبه لليمن ومحاولته المساعدة في تفريج بعض من كربهم قدر الإمكان. بالنسبة إلي حبيت كمان أقدم هالمبادرة إنه الناس تتشجع، يعني تصير الناس يعني تحزو حزونة،
يعني انه تصير تقدم سندويش مجانا، تصير تقدم وجبات مجانيه، نساهم مني شوي من الاخ شوي من هذا شوي، نتكاتف مع بعض، يكون لنا بصمه بالبلد اللي استضافتنا وبالبلد الطيبه وبالشعب الكريم الشهم. الحمد لله رب العالمين، صار اكثر من مطعم اخذ هالموضوع هذا حتى خارج اليمن، يعني انا خبروني ناس من برات اليمن انه صار في ناس اخذت هالحزو هذا من فضل رب العالمين وكرمه. تبقى روح التعاون بين الناس والإحساس ببعضهم البعض هو ما يواسي الفقراء ويبعد عنهم أحزانهم وآلامهم وفقرهم المدقع. فرغيف واحد قد يقي إنسانا من جوع مميت، ومبادرة فلافل المعلم بوجبة غنية من وجباته المفضلة عند الآلاف من رواده ليتمنى الكثيرون أن لا تكون الأولى والأخيرة، بل لتكون أسوة للعديد من المطاعم الكبيرة إلى التكاتف لسد رمق جوع العديد من الفقراء في ظل الأزمات المتلاحقة التي تفتك بقوت اليمنيين يوما تلو الآخر، بدءا بارتفاع الأسعار الباهظ وانتهاءا بأزمة الغاز الخانقة. على عكس المألوف، تمكن وبجدارة اللاعب اليمني أحمد السروري تمكن من الاحتراف مع أحد أندية الدرجة الثانية البرازيلية، كما استطاع أن يصبح أحد هدافي الدوري، بل وصار حديث أكبر القنوات الرياضية في البرازيل بالإضافة إلى الصحف وسائر وسائل الإعلام. في موطن كرة القدم البرازيلي، يخوض سفير الكرة اليمنية ولاعب المنتخب أحمد السروري تجربة احتراف ناجحة مهاجما في صفوف فريق سبورتس كلوب تايجرز، نادي الدرجة الثانية في مقاطعة ريديو جانيرو البرازيلية، كأول محترف عربي في البرازيل. هذا طبعا حصلت أشياء نادرة من النادرة أنه لاعب يمني يحترف في الدوري البرازيلي أو درجة ثانية في الدوري البرازيلي، وهذا شيء كبير. فالواحد يعني بالسن هذا أحمد السروري يعني وجد لنفسه طريق للمستقبل غير عادي في البرازيل. احتراف في البرازيل يعتبر كأنك يعني موقع ولادة كرة القدم. السروري كسر معادلة الاحتراف البرازيلية، فاحترافه لم يكن مفاجأة لليمنيين فحسب، وإنما للوسط الرياضي في البرازيل. فاللاعب الذي يقل عمره عن 19 عاما سطع نجمه الهجومي وتألق مع ناديه خلال فترة وجيزة، ما جعله مادة إعجاب في الإعلام الرياضي بالبرازيل، قد يفتح بوابة لاحتراف نجوم الكرة اليمنية تتعدى حدود القارات. طبعا أحمد السروري حصلت مفاجأة غير متوقع، يعني حتى الإعلام الرياضي الخليجي تداول الموضوع بشكل غير متصدق. يعني اللاعب من البرازيل الآن أصبح من الصعب جدا أن تجيب لاعب برازيل للدول العربية، ما بالك باليمن، بينما إحنا اليمنيين يغادر لاعب يمني يحترف في البرازيل. وهذا كان من نصيب أحمد السروري الذي لا يتجاوز العمر 19 عاما. الكابتن أحمد يعني شكل نموذج للاعب اليمني حقيقة، هو من اللاعبين اللي أنا دائما نشيد فيه وندعو اللاعبين الشباب أو اللاعبين المقبلين في أو المواهب المقبلة في كرة القدم للاقتداء بهذا اللاعب، لأنه هذا اللاعب كما سمعنا أنه من اللاعب هو صنع ذاته بذاته، يعني عنصر ومثال رائع للاعب المثابر الذي يستطيع أن يصنع النجاح. عبر شركة أمريكية أوروبية تعمل في مجال اختيار اللاعبين وتسويقهم في الدوريات الأوروبية والأمريكية، تم اختيار أحمد السروري للعب في أندية البرازيل، والمستقبل يخفي تجربة ثانية للاعب يمني آخر للاحتراف بالأندية البرازيلية، ستكشف تفاصيلها الأيام القادمة. نتابع وإياكم مجموعة من الأخبار القصيرة. استطاع يمنيون يقوموا في بريطانيا اختراع طائرة تعمل بتقنية إبداعية عبر التحكم بها عن بعد، وذلك بريموت كنترول، وتحمل العلم اليمني ليعبر بهذا الاختراع عن عباقرة من أبناء اليمن في المهجر وقادرين على تقديم اختراعات علمية تذهل العالم.
بهذا نصل وإياكم إلى نهاية صدى الأسبوع. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.